السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الخميس. تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الخميس، حيث ناقشت الولايات المتحدة وحلفاؤها إمكانية تحرير منسق إضافي للنفط من المخزونات للمساعدة في تهديد أسواق الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، حسب ما ذكر موقع قناة العربية. وهبط خام برنت القياسي دولار و99 سنت دولار أو 1.6% إلى 119 دولار و61 سنت البرميل بمقدار. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.10 دولار أو 1.8% عند 112.82 سنت البرميل، قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهول في مؤتمر صحفي بمقر وكالة الطاقة الدولية في باريس. فيما يتعلق بمخزونات الطوارئ، فهذه مناقشات جارية وكل هذه الأدوات مطروحة بالتأكيد على الطاولة. من ناحية، قال فاتح بيرون المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أن دول الوكالة متحدة في السعي للحد بشكل جذري من واردات النفط والغاز الروسية، كما كان التداول متقلبا. وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بنحو دولارين للبرميل مع استمرار مخاوف الإمدادات، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأن صادرات النفط الخام من محطة قزوين لخط الأنابيب في كازاخستان قد توقفت تماما في أعقاب الأضرار الناجمة عن العاصفة. كما كان المستثمرون ينتظرون ليرو كيف سيتم تجديد العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء أن الاحتياط البترولي الاستراتيجي هبط إلى أدنى مستوى منذ مايو 2020 يعني 2002، مما يزيد المخاوف بشأن الإمدادات المتاحة. أن التقدم البطيء في المحادثات بشأن اتفاق بين القوى العالمية وإيران بشأن أنشطة طهران النووية يعني تراجع احتمالات عودة الخام الإيراني إلى السوق. وقالت شركة جي بي سي إنرجي الاستشارية في المذكرة أن رفع القيود على الصادرات الإيرانية سيساعد على في تخفيف الضيق الهائل السائل في أسواق النفط الخام في الوقت الحالي، مضيفة أن إيران تستعد بالفعل لزيادة الصادرات. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.